المخيم اليوم من مخيم الشاطئ للاجئين يلي بيقع غرب مدينة غزة وعلى شاطئ البحر تحديدا، لذلك سمي بمخيم الشاطئ. قدم أهله وسكانه من مدن وقرى متعددة فلسطينية، أبرزها الجورة وبربرة وهربيا والسوافير والكثير من القرى والمدن الفلسطينية المتعددة. هذه القرى سكن أهلها هذه المنطقة، منطقة الشاطئ، وأصبحت من أبرز المناطق للمخيمات واللجوء في المحافظات الجنوبية، حيث يعد مخيم الشاطئ ثالث أكبر مخيم في المحافظات الجنوبية بعدد سكاني، بلغ أكثر من 103,000 من اللاجئين الفلسطينيين. حلقتنا لليوم من المخيم، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، بأول سؤال من حلقتنا لليوم من برنامج من المخيم رح نطرح سؤال: ما هي العملة الفلسطينية الأصلية؟ رح نتعرف اليوم من خلال مشاهدينا. طبعا في البداية مرحبا. مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله. رمضان كريم. الله أكرم. شو اسمك؟ سندس. سندس، سندس احنا اليوم رح نطلع على الكاميرا شوي، عاملين برنامج اسمه من المخيم، بما انك اليوم من سكان مخيم الشاطئ، صحيح؟ صحيح. طيب رح نطرح عليك سؤال. طيب السؤال بيقول: ما هي العملة الفلسطينية الأصلية؟ الجنيه. الجنيه الفلسطيني؟ آه. العملة الأصلية الفلسطينية؟ آه الفلسطينية. يعني الجنيه؟ آه الجنيه الفلسطيني. طيب سندس احنا بنحب نقول لك مبروك، وربحتي معنا جائزة مقدمة من تلفزيون فلسطين بالتعاون مع هيئة شؤون اللاجئين، طبعا دائرة شؤون اللاجئين منظمة التحرير الفلسطينية، بتقدم لك 20 دينار وبتقول لك كل عام وأنت بألف خير. شو بتحبي تقولي؟ شكرا للسيد الرئيس ابو مازن، والسيد ايضا السيد ابو احمد ابو هوله، وشكرا لهم. شكرا كثير لك، يسعد طبعا مساكي، وكل عام وانت بألف خير. وانت بخير. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام رح نستمر باسئلتنا لليوم في من المخيم، من مخيم الشاطئ للاجئين، خليكم معنا. طبعا مشاهدينا الكرام هلا مع سؤال جديد ومتسابقين جداد من خلال برنامج من المخيم، يعطيكم العافيه. أوكي. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب نلف وجهنا على الكاميرا شوي، شو اسمك؟ علي ابو حمام. علي، علي شو بتعمله اليوم؟ بنلعب كوره. بتلعب كوره، طيب كيف معلوماتك؟ الحمد لله كويسه. يعني بتقرا منيح وهيك وعندك معلومات، لو سالتك بتعرف تجاوب؟ ان شاء الله. طيب بدي اسالك سؤال ان شاء الله يكون سهل، اذا جاوبت عليه رح تربح معنا جائزه مقدمه من تلفزيون فلسطين ومن دائره شؤون اللاجئين، جاهز؟ جاهز. طيب بس بدك تعلي صوتك شوي. السؤال بيقول: كم مساحة قطاع غزة؟ 14 كيلو. صغرته شوي صح؟ 27. شو رأيك تفكر؟ 27. طيب نسأل صديقك. طيب تعال معنا، تعال انت صديقه. شو اسمك؟ عدنان. عدنان؟ طيب عدنان احنا سألنا صديقك سؤال بس هو ما عرف يجاوب عليه. السؤال بيقول: كم يبلغ مساحة قطاع غزة؟ 25 متر. 25 متر بس؟ 20 كيلو متر. 25 كيلو متر؟ لا كبروا شوي. لا 30 كيلو متر. طب اسمعوا، أنا اليوم حابة أربحكم، أنتوا شكلكم هيك شباب طيبين وأفجم صديقك. طيب بدي أسألكم سؤال أسهل، وإذا جاوبتوا عليه رح نربحكم اليوم. اليوم حابين نربحهم للشباب اللي صايمين أكيد ولا مش صايمين؟ صايمين. صايمين أكيد؟ أوه. طيب تمام، اليوم رح نسألك سؤال تاني غير السؤال اللي أنت ما عرفت تجاوب عليه، على وعسى تكون تعرف تجاوبه أنت وصديقك. بتعرف المخيمات الفلسطينية؟ أوه. أنت في مخيم وين ساكن؟ الشاطئ. الشاطئ، حلو. كم مخيم عندنا موجود في قطاع غزة؟ 8. 8. 8 متأكد؟ أوه. طب تعرف تعدد لي كم مخيم منهم؟ جباليا. حلو. ونصرات. والبريج. برافو. والشاطئ. طيب انت اجابتك كانت صحيحه، 8 مخيمات عندنا موجوده بقطاع غزه لليوم، وعدد منها مجموعه من المخيمات، وربحت معنا، ذكرني باسمك من جديد. عدنان. عدنان اليوم انت ربحت معنا 20 دينار مقدمه من دائره شؤون اللاجئين وتلفزيون فلسطين، وبنقول لك كل عام وانت بالف خير. تفضل. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام رح نستكمل مشوار حلقتنا لليوم من المخيم بأسئلة ثقافية جديدة ومعلومات جديدة، وبنوه انه مخيم الشاطئ للاجئين بيعتبر ثالث اكبر مخيم في المحافظات الجنوبية، ولكن الاعلى كثافة سكانية في هذه المحافظة. خليكم معنا مشاهدينا الكرام لنتعرف اكثر على مسابقتنا واسئلتنا لليوم، خليكم معنا. طبعا
مشاهدينا الكرام، أسئلتنا سهلة وبسيطة ومتنوعة، ولكن في ذات الوقت بتحمل مضمون تاريخي ومعلوماتي حول مدننا وقرانا الفلسطينية، خاصة أنه إحنا بنحكي اليوم عن المخيمات الفلسطينية، تحديدا اليوم من مخيم الشاطئ للاجئين اللي بيكتظ بسكانه وبأطفاله كمان. اليوم بنشوف الأطفال قاعدين على الأماكن، خلينا نتعرف عليهم، بس رح نقعد جنبهم شوي. تمام، مرحبا يا شباب، كيف حالك؟ منيح. شو اسمك؟ حازم. حازم، وانت شو اسمك؟ عدي. عدي؟ اه. طيب اليوم حازم وعدي رح نسألكم أسئلة إن شاء الله تكون سهلة. سؤالنا سهل وبسيط، إحنا في أي دولة عايشين؟ هنا. شو اسم دولتنا؟ فلسطين. فلسطين، ممتاز. شو عاصمة دولتنا؟ القدس. القدس، طيب ومين رئيس دولتنا؟ أبو مازن. أبو مازن، كل التحية لسيادة الرئيس أبو مازن، وهيك أنت بتكون ربحت معنا جائزة بقيمة 20 دينار مقدمة من تلفزيون فلسطين ودائرة شؤون اللاجئين، وبنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير. طبعا مشاهدينا الكرام، سؤال جديد، مرحبا. شو اسمك؟ سامي. سامر؟ سامي. سامي، سامي شو أخبارك؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ كويس الحمد لله. بتصوم؟ كيف الصيام، صعب ولا سهل؟ يعني صعب، نص نص صح؟ بتجوع هلأ وقت الجوع صح؟ طيب سامي، كيف معلوماتك العامة؟ منيحة؟ منيحة. تقرأ يعني شطور بالمدرسة؟ يعني مش كتير. مش كتير؟ طيب بدنا نسألك سؤال، بس مش حيكون كتير صعب، حيكون سهل شوي. بتعرف إنه إحنا الفلسطينيين تهجرنا من مدننا وقرانا الفلسطينية بعام 48 صح؟ صح. طيب أنت من أي بلدة؟ فلسطين. تمام، انت من فلسطين، بس البلده اللي تهجروا منها اهلك واقاربك وجيتوا هون على مخيم الشاطئ، شو اسمها بلدتك الاصليه؟ شو اسمها؟ حمامه. انت من حمامه؟ متاكد؟ طب شو اسم عيلتك؟ من دار القوقة. انت من دار القوقة يعني من حمامه، طلعت اجابتك صحيحه. احنا هيك بنقول لك الف مبروك، وربحت معنا جائزه مقدمه من تلفزيون فلسطين ودائره شؤون اللاجئين بقيمه 20 دينار. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا لك. طبعا مشاهدينا الكرام، بهذا السؤال بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من المخيم، من مخيم الشاطئ للاجئين. بنشوفكم بحلقة جديدة وأسئلة ثقافية جديدة ومعلومات جديدة. إلى اللقاء.